السلام عليكم رجعنا لكم بلاك اوب 3 طبعا هذا المقطع كيف تصمم شعار نادي الهلال السعودي لو تتذكرون مقطع شعار نادي ريال مدريد قلنا لكم يا شباب اكثر ناديين خليجيين يحصلون على تصويت بنسوي لهم الشعار طبعا دخلنا تقريبا حول 15 نادي خليجي واكثر نادي حصل على تصويت نادي الهلال تقريبا ب 29% من الاصوات هذا المقطع تصميم شعار نادي الهلال السعودي بعد يومين او ثلاث ايام بيكون النادي الثاني اللي حصل على تصويت تقريبا 26 او 25% هو نادي العين الامارات ان شاء الله بعد يومين او ثلاث ايام بنزل شعار نادي العين بالنسبه للانديه الثانيه اللي حصلت على تصويت اقل ان شاء الله برجع لها يعني بعد كم يوم يمكن نحط لها بعد رابط تصويت جديد مثل عندنا نادي اعتقد الاهلي ونادي الاتحاد السعودي اثنين حصلوا على تصويتات جدا عاليه بس ما حالفهم الحظ لان نادي العين ونادي الهلال حصلوا على اكثر معدل تصويت فبنفتح لهم مجال ان شاء الله يمكن بعد اسبوعين او ثلاثة اسابيع بنسوي الانديه الثانيه اللي حصلت على تصويت اقل شباب يا اخي والله طلب بسيط طلب بسيط بس شباب والله العظيم تصميم الشعار ياخذ يعني وقت ومجهود جد تعب وتعيد المقطع كذا مره عشان تضبط الشعار زين فمن جد اخذ مجهود ووقت تعب فيعني في اتمنى تدعمني بزر لايك وتنشر المقطع هذا ان عجبك المقطع أو ان كنت من مشجعين هلال عطني لايك ان ما كنت بس شفت المقطع يعني اخذ من جد مجهود وتعب فلا تحرمني ايضا من اللايك لانه من جد ياخذ وقت ف خاصة اخر شعارين لما نزلتهم حق نادي برشلونة وريال مدريد خذوا تصويت يعني لايكات جدا قليلة يعني انا من جد منصدم من اللايكات كانت جدا جدا سيئة فما آه ما علينا آه ان شاء الله الجايات احسن آه تريو بعد تقريبا ثلاث او اربع ساعات بنسوي التحدي حكم التحدي تحدي, <تحدي كرشة التحدي الرابع بيكون ان شاء الله صراحة ما ادري شو وضع التحدي او شو التحدي بالضبط بسويه لكن آه تنويه بسيط نهاية الشعار آه شباب آه غلطنا في رقمين المفروض هو 1957 لكن خلينا 1975 طبعا بالغلط بعد ما سوينا الشعار وكل شيء وهذا وخبرت الشباب قال يا كرشه تراكم مغلط في التاريخ بس موحي يا شباب طبعا مو آه مقص يعني يعني قاصدين هالشيء طبعا بالغلط فلو آه تبدلون 1957 بدل 1975 اخلكم نهايه المقطع السلام عليكم